الحمد لله رب العالمين شرع لعباده من هذه الأمة أكمل الشرائع وأيسر الأديان وجعلها من خير أمة أخرجت للناس فهي آخر الأمم في الدنيا وأول الأمم يوم القيامة لما يحتويه دينها الذي وخاتم الديانات السمادية من خير للبشرية في مصادره وموارده وأحكامه وتشريعاته وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أيها المسلمون اتقوا الله واعلموا إن العبادة هي نعمة الكبرى التي خلق الله لأجله الخلق وقال تعالى التي خلق الله لأجله الخلق وقال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الألوهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يعبد ولا يتوكل إلا عليه ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل لأجله ولذلك يتضمن إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فهذا التوحيد توحيد العبادة هو الذي خلق الله الخلق لأجله وشرع لجهاده لإقامته وجعل الثواب في الدنيا والآخرة لمن قام به وحققه وجعل العقاب على من كفر به وتركه فهو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه وهو صلب دعوة الرسل جميعا وهو معنى قول لا إله إلا الله وهو مبني على إخلاص لله تعالى وقد جعله الله تعالى الفيصل بين دخول النار وقال ابن كيجم رحمه الله في نونية التوحيد هذا وثاني نوعي التوحيد هذا وثاني نوعي التوحيد بأن لا تكون لغيره وله ركنان أساسيان لا بد أن يتحقق لقبول هذا التوحيد الأول الصدق والثاني الإخلاص أما الصدق هو بذل الجهد في طلب المراد وهو متابعة للسنة القويمة بلا تزيد ولا ابتداع وهو متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإخلاص فهو توحيد الله بقصده وإرادته بأن يعمل العبد لا يبتغي به إلا وجه الله وأخيرا نسأل الله تعالى أن يوفقنا كل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال والظاهرة والباطنة هذا ما عندي بالله.